فمن وجه هناك حقوق، لكن من وجه آخر فيه التزامات وواجبات، إن أخلوا بها يتغير هذه المعاملة طبعا. لكن الأصل إن هي إيه، في حقوق من جهة وفي التزامات من الجهة الأخرى. فذلك هنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بلغت رقة وشفافية الحضارة الإسلامية مع أهل الذمة أنها حرصت كل الحرص على مجادلتهم بالتي هي أحسن استئلافا لقلوبهم. يقول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وحتى لا يشعر أهل الذمة بالعزلة، ومن أجل دمجهم في المجتمع الإسلامي نجد القرآن الكريم يفتح الباب على مصراعيه من أجل التعايش بين الأديان السماوية، والتعبير طبعا الأديان السماوية نقول الشرائع السماوية الثلاثة، عندما أباح للمسلم أن تكون شريكة حياته وأم أولاده يهودية أو نصرانية. يعني ماذا الموضوع، يعني الزواج ما بيبقاش واحد بيتزوج واحدة، دي عيلة بتتزوج عيلة بيحصل نسب، يعني بمعنى يعني هذا النوع من الارتباط بيوجد علاقات وشائك متشعبة، لأن معنى أنه يتزوج نصرانية أو يهودية إيه؟ زوجته هتكون أم أولادي تكون على هذه الملة، أخوال وخالات وجد وجدة هؤلاء الأطفال أيضا سيكونون من أهل الكتاب. يعني في نوع من الوشائك المتشعبة في داخل المجتمع يعني بين الطائفتين. يقول وأن يكون أخوال وخالات وأجداد في الذات كبده من غير المسلمين، فضلا عما يترتب على هذا الزواج من علاقات اجتماعية واقتصادية وأخلاقية معقدة. يقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، إلى غير ذلك من التوجيهات القرآنية والنبوية. كما قلت من قبل هناك بعض الأحكام حينما نراها الآن ممكن لو ما كانش اللي قالها بقى علماء كبار ابن القيم والقرافي والصحابة والتابعين بعقلية الناس في هذا الزمان هيقولوا دي مش ملتزمين، الناس دول مفرطين في الولاء والبراء من شدة التسامح الإسلامي والحقوق. لكن هي قضية الخلل اللي عندنا دلوقتي بسبب أوضاعنا الآن الغريبة اللي حصل فيها خلل في أمور كثيرة، كما يحصل أحيانا من مثلا نوع من الاستقواء بالغرب ضد يعني بلادهم، فبعضهم بيكون زي الفيروسات اللي بتفضل ساكتة كده حد ما تلاقي كامنة داخل الجسم، أول ما الأمة تضعف تنشط وتبدأ تزدهر وتستغل حالة الضعف. فيمكن هي الاحتقانات التي تحصل بين وقت وآخر التي تجعلنا حساسين تجاه الكلام على موضوع التسامح، لكن نحن مطالبون في كل حال ده جزء من أبواب الفقه الإسلامي، هذه أبواب ألفت فيها مصنفات مستقلة، كتاب الإمام ابن القيم الجوزية أحكام أهل الذمة، هناك كتب كثيرة جدا تتناول تفاصيل هذه يعني الأحكام. فيعني عملية أن الفقهاء أفردوا في كل كتب الفقه بابا لأهل الذمة وأحكامهم التي تنبض تسامحا وعفوا ورعاية لهذه الشريحة التي تعيش في كنف الحضارة الإسلامية. فعملية قبل أن نستمر في مطالعة مظاهر هذا التسامح من خلال الكتاب والسنة والسلوك العملي التطبيق العملي في كنف الدولة الإسلامية، يعني نركز أيضا على أن نعم هذه حقوق، لكن في الوضع الإسلامي المتكامل كانت الحقوق قابلها إيه؟ واجبات، مش الموضوع عطاء أخذ 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 حقوق خلاص، لا في طبعا أخذ وإيه وعطاء كما هي سنة الحياة في كل شيء. فموضوع بقى إحنا المبدأ بتاع لطمك على خدك الأيمن والأيسر والكلام ده كله، يعني نحن ليس لدينا هذا المبدأ، وهم أيضا لديهم هذا المبدأ كشعار فقط لا غير،
أما في الواقع فلم يطبق في يوم من الأيام. من نطع من خدك الأيمن حول له إيه؟ الأيسر إلى آخره، فهم أنفسهم لم يطبقوه يوما من الأيام. فالموضوع التسامح يعبر عن عملة ذات وجهين، الحقوق من جهة وهذا ما نتكلم عنه، والالتزامات من جهة أخرى بصورة ليس فيها ما يشوش على هذا النوع من يعني التعايش. فحينما نتلو هذه الصورة ما نفصلهاش عن الواقع في داخل الدولة الإسلامية، الوضع متكامل، لكن نحن محتاجون أيضا لمطالعة هذا الباب المهم. فبعض الإخوة بيتصور دائما موضوع التسامح تأيه ضعف في الدين، تعودنا على الكلام على موضوع التسامح بطريقة مسرحية، يجيبوا الشيخ ويحتضن القسيس والقلب بقى شايل كتير، ودي مش علاج حقيقي. العلاج الحقيقي أن المسلمين أن الأمور تتوازن بنفس الوضع الإسلامي، وفي نفس الوقت في هذه الحالة، وده العلاج الحقيقي الوحيد، وهو أن المسلم في هذه الحالة مادام يحترمون العهود ولا يطعنون الأمة في ظهرها ولا يعتدون على المسلمين، سيصبح كل مسلم حارسا على حقوقه، بيتعبد هنا بقى، تصبح إيه؟ عبادة. حتى في غيبة القوانين والأمن وكذا، المسلم نفسه هو يكون إيه؟ حارسا، لأن هذه هؤلاء أهل عهد وأهل ذمة الله وذمة رسوله، والعدوان عليهم جريمة من أكبر يعني الجرائم. فأيضا قبل أن نستمر في الكلام، لما الناس بتتكلم يعني في مشاكل احنا بنعالجها مش بطريقة علمية، فعشان كده مش بتنتهي. فبعض الشيوخ بيندمجوا قوي في الكلام على موضوع التسامح بصورة بيلبسوا حق بالباطل، ويتكلموا على حرية الاعتقاد بطريقة توهم ان فعلا الإسلام أباح حرية الاعتقاد بمعنى حرية الكفر. هنا في لبس جامد خطير جدا بيحصل، ان التسامح زي ما قلنا اكثر من مره، ايه الدائره التي يقع فيها التسامح والتعصب؟ دائره المعامله، التعامل فقط. اما دائره الاعتقاد فلا علاقه لها بالايه، لا لها علاقه بمبدا وضعي حتى كل امم الارض تعتنق، وهو الايه، حريه الاعتقاد. فالتسامح او التعصب بيحكم عليه من خلال المعامله، فتعطي النصراني أو اليهودي حقه فأنت إذا متسامح، إذا اعتديت على حقه أو بخسته أو كلفته فوق طاقته فأنت متعصب. لكن لو أنا أعتقد في قلبي أن من اعتقد عقيدة اليهود أو النصراني كافر، هذا لا علاقة له بالتعصب إطلاقا، لا علاقة بمبدأ هم يقدسونه اسمه إيه، حرية الاعتقاد، أنا حر، بدليل أنه هو أيضا يكفرني. فنجد كثيرا من المسلمين زي ما يحصل مع الشيعة نفس الشيء، النوع من التلبيس على الناس بدعاوى عامة وعريضة، وكأن الإسلام أباح يعني الكفر وراضي عن الكفر، ده اختيار محض. لا، هو الاختيار حينما أشار عليه القرآن الكريم ده جاء على سبيل التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا إكراه في الدين، حرية عقيدة نعم، لا إكراه في الدين، لكن بعدها إيه؟ قد تبين الرشد من الغي، فهو حر في الدنيا وتسري عليه الأحكام ويحفظ له حقوقه إلى آخره، لكن إحنا لازم نذكره ونجهر بدعوتنا أنه في الآخرة من الخاسرين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهنا دي منطقة خطيرة جدا، أن يزال من مصلحة البشرية كلها أن يبقى التمييز بين الإيمان والكفر واضحا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فدي نتيجة أن الحقيقة بتعطى مجزأة مش كاملة، وبالتالي لا تحل المشاكل. لكن يعني التسامح والتعصب مجاله المعاملة، أما الاعتقاد فأنا حر أعتقد ما شيء، ده أعطيت الحرية حتى لعبد الشياطين، واضح. فمبدأ حرية الاعتقاد في الإسلام ده في الدنيا، لكن هو ودي الفترة اللي هي فترة الاختبار، دار لجنة الامتحان هي الدنيا، النتائج تظهر هناك في الآخرة. فمن مصلحة البشرية ومن الرحمة بالبشرية أن يخبر بمصيره إذا رفض الإسلام، ماذا سيكون مصيره في حياة خالدة بلا نهاية يعذب فيها أبد الأبد. فمن حق هذا الإسلام، زي ما بنقول دايما أن أعظم حق من حقوق الإسلام
هو ألا يحال بينه وبين التعرف على دين الإسلام كما أنزله الله، أعظم وأقدس حق. مش أنه يبقى حر ويقضى على العبودية، ولا أنه يبقى كذا، لا، كل دي هينة، لكن أعظم حق من حقوق الإنسان ألا يحال بينه وبين الاطلاع على دين الإسلام كما أنزله الله بدون أي تزييف. واضح؟ يتكلم هنا عن حقوق أهل الذمة، فيتناول حق الحماية وحق التأمين الاجتماعي وحرية العبادة والعمل وتولي الوظائف العامة. يقول فيما يتعلق بحق الحماية: لقد أقامت النصوص الشرعية سياجا منيعا حول حقوق أهل الذمة، وجعلت من الاعتداء عليها اعتداء على المثل والقيم السامية التي دعا